كيفاش جاتك فكرة انك تترونش تعمل مسرح؟ على خاطر الغرام، على خاطر الحلم، على خاطر الانسان كان ما يحلمش ما عنده حتى مبرر باش يعيش. باش خلقنا ربي خلق بوغ اتر دي كرياتور كوم لوي. صحيح انا جيم بوكو لو ميساج اللي قاعد تبعث فيه اليوم هشام. مو هو تون ميساج توا اوسي؟ لا جو سي، لكن عندك انت بوكو بلو كلير اي بوكو بلوس دامباكت، لانه زاد العباد كلمة الخبرة وكلمة الوقت وكلمة مثلا انسان سيي يعمل ان شومان تاع اللي كلمته تولي عندها ميزان دون لو سونس لا بريسك تو فيو. باهي هاو نحكيو شوية سيريوزمون ما يسالش توا توا يقول ما يسالش. بيان سور. شنو هو الدين الاسلامي؟ مش الدين السلام؟ بيان سور. اي شبينا نتعاملوا قلش علينا اعداء في بعضنا؟ شبينا من الشاعرين اللي ربي حب قبل كل شيء، والحب كي تحب تنجم تقتل، تنجم تكذب. مو عندك انت خليفة الله في الارض، يلزمك تشبه الربي في اكثر ما تمكن، والربي اللي فيك. معناتها السلام هي هو احسن اكبر مساج نجمو نعديه للعالم اليوم، هو السلام. اما يبدا بالسلام الداخلي. انا ما نجمش اليوم نجي هاي سيدي، انا عندي بيان مساج انا وسناء ورستم فاونديشن المؤسسه اللي عملناها لهذا باش نعاون الصغيرات ونعاون نهزوا لهم الثقافه ونهزوا لهم نعملوا لهم كل ما هو يجم يحقق احلامهم، نصوروا ابتسام على وجوه الاطفال. كان انت بيدك ماكش مبتسم، كان انت بيدك ما عندكش الانر بيس، ما عندكش في داخلك انت السلام الداخلي، ما عندكش الحب، كيفاش تحب العباد؟ كيفاش تنجم تعطي رساله سلام للعباد؟ انت هزيتنا للتيران اللي حبيتنا نحكيو فيه معاك، اللي ما عندوش القراءه ولا الشفره اللي باش يقرا بها الكلام بتاعك اليوم، يقول شبي هشام رستم كان يحكي في موضوع باف تعدل حاجه غريبه علينا شويه ولا مش متسنس. انت اليوم تحكي من جانب صوفي، من جانب روحاني، من جانب مشروع بديت فيه لك مده. لا صوفي لا روحاني لا مشروع، هو سيغتان مومون كي تحب انت واعي ببلادك شنو اللي قاعده تعيش وتحب بلادك من جد، فما اللي يهز ما لقيته ويهرب. الكتون صرفت عليه مئات الملايين باش تكون باش يولي طبيب ولا باش يولي مهندس ويهرب. وفما ناس اللي يقول لك اخويا انا عندي، انا جدودي ضحاو من اجل حريه البلاد هذيا ويزون فيرسي لوغ سون ويزون في دو لا بريزون. انا اليوم ممثل معروف مشهور، يندرى كلمتي تنجم توصل للعباد باش نقول لهم راو الله حب